smallest country in North Africa, Tunisia, set the news headlines in early 2011, when intensive protests and civil resistance resulted in the victory of the revolution. This huge political upheaval sparked Islamic awakening in much of the Middle East and inspired many similar civil resistance struggles across the globe. I'm Shide Dion Adnejad, and you're watching Aperture. This week's exclusive Press TV production, Tunisia In and Out, follows a young Tunisian woman, Sarah, who has set out to write a book on the history of her country's recent revolution. Stay with us as we go on a journey through the colorful streets to seek the roots and causes that lead to this wave of social and political change. ماذا سأفعل الآن؟ كم هي قوية رغبتي أن أتركك؟ إرادتي تخوني. الحب انقضى علي كأحد الزواحف السامة، نفث سمه الحارقة في دمي، ضاع صفاء عقلي وفقدت خطوتي وجهتها. ما كان لي أن أنظر إلى عينيك. أيتها السيدة بين الجميع ارحميني، إني أسمع هسيس اللهب تحت جلدي، ومثل الزنبقة الضمأ إلى الينبوع ها أنني أنحني وأغتسل في مياهي. سيدتي، إذا كان في حبه مذلتي فلا تذليني، فقد امتزجت روحي بروحي. وإلى نفسي، فمن يقدر أن يخلص الماء من الماء؟ لا تقترب مني. سارة الحلاوي، 25 سنة، أصلت ولاية المهدية، عندي 6 سنين من اللي موجودة في تونس، عائلتي مقيمين مهدية.
وانا موجوده في تونس للي شيء لاني قريت 4 سنوات خريجه المعهد العالي للفن المسرحي. اي في تونس؟ في تونس؟ ربه لا تقل ان اسرتك من المورسك المهجرين. انا ها مبدئيا وافقوا لي. انا مش عارفه كنت في ليزاب لسكنت الصحيه لميت كل شيء لي دوكيمون كل شيء لي فيديو في الفيسبوك اما مش عارفه منين مش نبدا. انت ما صارلاش على روحك شكرا هي حاجه سهله باش تبدا بها من جوجل بعد كده شويه بشويه تضرب في بالك. اسمي هدى الرجدي، أصيلة ولاية سليانة، طالبة بالمعهد العالي للفن المسرحي. توا عندي 3 سنين اللي نسكن في تونس و3 سنين اللي نعرف سارة بحكم نقراو في نفس الفاك. في العام الأخر سكننا مع بعضنا. سارة طفلة ضحاكة بحبوحة فدليكة برشا، نرفوزية شوي ومتأثرة ببوها في حكاية الكتابات المسرحية. بوها بحكم أنه كان كاتب الله يرحمه هي تحب تكتب برشا. وفي البريود الأخرى أنا اسمي زهور العابدي، نسكن في سوسة، نقرأ، عمري 16 سنة. جيت بحضة أختي أسمى اللي هي صاحبة سارة، يسكنوا مع بعضهم، جيت بس نعمل جو معاهم ونتفرهد. شوية عرفت سارة من الأول، كنت أخذ عليها فكرة اللي هي خايبة وشريرة ومتكبرة، وبديك كيك بالوقت الكل عرفتها إن هي كتحفونة ويعني نعملوا جو مع بعضنا نسهر ونفدلكو. وسمعت اللي هي تعمل في كتاب على الثورة التونسية، وما نعرفش يعني تنجم تنجح في الكتابة ذاك ولا لا، خاطر ما نعرف هي سارة يعني ما مسكنتش معها برشا. انا ايت بركات صديقة سارة الحلاني، هي من متساكنة ولاية المستير، قرات مسرح، هي الان تسكن في تونس، تركت ولايتها المهدية وجاءت الى تونس بقصد الدراسة والعمل. اسمى العبدي، سنة ثانية مسرح ناشئة بالمعهد العالي للفن المسرحي، بس تروازيام اني جون بيبليك. سارة ياسر طفلة محليها، نعرفها عندي توا 5 سنين، تفرس عليها في عرض 50 مع فضل جعابي. صعيب بما انه الاوضاع معناها سواء ماديا ولا معنويا ولا حتى مام بسيكولوجيكمون الانسان فريمون، مع خاصه مع الشباب هذا معناها مش لاقي كيفاش ياكل، كيفاش يمشي، كيفاش يعيش، كيفاش يحلم مام. هذا الكل يخلينا معناها ناقفوا، وهذا اللي خلاني نسعى مع اني نكتب هالطموحات هذه الكل وهالافكار والهويه، مش لازم يكون حتى في محبتك للاخر. Toutes les nuits à défiler dans la rue pour demander que le gouvernement se casse
Ils nous foutent enfin la paix. Vous croyez qu'il a changé d'avis d'un seul coup comme ça? Non, on est des gens rationnels. On a dit qu'on ne voulait pas de ce gouvernement. On ne va pas arrêter de le dire. On va continuer de dire tout le temps à l'RCD, dégage. Et aux flics, dégage. ورغم المظالم والاستبداد اللي هو عاش فيه تيلت ما نقولوش تيلت 23 سنة خاطر هو ديجا من الاستعمار الفرنسي وبعد تورت مع بورقيبة بعد مع بن علي المخلوع أعتقد أن سارة ستشاهد عدة مشاكل وصعوبات لأن ليس من السهل الإنسان أن يكون في بلد أن يعرف حضارة بلد وأشياء صارت من قبل في السياسة التونسية يجب أن تدرس كثيرا عن تونس وعن حضارة التونسية في زمن بورقيبة إلى حد الانقلاب إليه وبعدها لأن في الثورة التونسية شهدنا عدة أحداث حتى الآن معناها إلى حدنا هذا مع النهضة ان شاء الله ان شاء الله الكتاب هذايا ياخذ مجرى به اريد ان اساعدها في هذا العمل لما لا بكونها صديقتي وان شاء الله سيكون تحقيقا رائعا وكتابا جيدا وقيما معنويا حتى الاولادنا اللي مش يجيو نهار اخر على الاقل يعرفوا الثوره التونسيه يكون فما كتاب فما مرجع تاريخي توثيقي فيه صور وفيه على الاقل ما عاشش الثوره التونسيه يقرا على الثوره التونسيه يشوف يشاهد يحس يكون عنده احساس بالكرتوش بالانتقال الجسدي والتوعوي والفكري والنشاط يزيد خاطر مش يضفي الكتاب هذا اي واحد مش يقراه مش يضفي عليه كما نقولوا انتقال في كل شيء بما أن الموقع التونسي موقع استراتيجي جغرافيا هل لك أن تبين لنا أوضاعها الاقتصادية والسياسية؟ فتونس لعبت دورا رائدا مع الرومان ولعبت دورا رائدا مع القرطاجيين ولعبت أيضا دورا رائدا مع الإسلام باعتبار أن إفريقية التي كانت يعني تسمى منطقة شمال إفريقيا كانت تسمى كلها إفريقية والتي كانت عاصمتها القيروان كانت هي منطلق ليس فقط الحضارة الإسلامية الفكرية ومنطلق الدولة الإسلامية الممتدة في شمال إفريقيا وإنما هي كانت منطقة إفريقية أي القيروان وتونس كانت منطلق لفتوحات إسلامية أخرى في أوروبا الفترة السابقة يعني كانت تونس يعني مرت بمراحل تونس هذه الجوهرة الخضراء هذا البلد الجميل الذي يعتبر جوهرة البحر المتوسط مر بظروف وأنتم تعلمون بأن الاستعمار الفرنسي يعني مكث تقريبا أكثر من 80 عام في تونس ثم بعد ذلك مسكت الحكم نخبة كانت تدرس وكانت تتعلم في أوروبا نخبة ليبرالية علمانية كان على رأسها الحبيب بورقيبة مسكت الحكم فترة من الزمن ثم صارت هناك ما تسمى بالثورة بالانقلاب الأبيض ومسك السلطة الرئيس المخلوع زين العابدين ابن علي تونس هي جزء من المغرب العربي
باعتبار كونها تنتمي إلى الأمة العربية والأمة الإسلامية. الزيتونة من أن يدرسوا العلوم العصرية بلسان عربي مبين بعد استكمال دراساتهم في الصباح، فهم يواصلون الدراسة في المساء للتعمق في التاريخ والجغرافيا والتوبوغرافيا والهندسة وفي تعلم الفرنسية والإنجليزية. تقول لنا كيف كان يمارس الرئيس السابق بورقيبة سياسته وحكمه للبلاد التونسية. أعظم رئيس عرفته تونس، وزعيم كبير، ومناضل كبير، ووطني كبير. بورقيبة المخابرات الفرنسية هم يجعلوه يعني رئيس. بورقيبة متزوج واحدة فرنسية وتكون بنت اخت من دارس فرنسا لحتى الاستقلال من الألزاس لوران. طبعا النظام التونسي كان ديما له علاقات، هو يسعى الى حل مع اسرائيل، ينادي بالسلام، ما يسمى بالسلام. خطاب بورقيبة في أريحة سنة 95، كان بورقيبة ضد عبد الناصر، عبد الناصر كان ينادي بتحرير فلسطين ويقول لا، احنا نجد حل مع اسرائيل. للأسف أن عودة السلطة إلى بورقيبة في ذاك الوقت رغم التضحيات والدماء الكثير التي سالت وما حدث بعدها، بقي ذلك جرحا لدى كل من عايش تلك الفترة ولدى كل من رأى المعامل تحترق ورأى الأموات ورأى. هو ساهم في حرب التحرير باش خرج البلاد من وضعية بلاد عنده تبعية مع الدول الاستعمارية، واستقلت البلاد، ولكن أيضا ساهم في بناء دولة جديدة عصرية يعني، وحقق مكاسب كبيرة للشعب التونسي. أولا عمم التعليم، وتقريب الشعب بتاعنا هو شعب يعني نجم نقوله ثقف بالنسبة للكثير من الشعوب، وعمل شيء خاص تمتاز به تونس. وكونوا حرر المرأة التونسية، والمرأة توا عندها 50 سنة وهي في موقع خاص في المجتمع التونسي،
وتحتل مركز لا يستهان به، سواء كان في المادة الثقافية ولا في المادة الاجتماعية ولا المادة الاقتصادية، وكذلك أيضا يعني في المشهد السياسي التونسي. بورقيبة كان خاين، كان فرنسي في ثقافته في وجهته في ضد الإسلام، وحاط نصب عيونه يعني كمصطفى كمال أتاتورك. مصطفى كمال أتاتورك يهودي من يهود الدونما، والد في تسالونيكا في اليونان، وهو اللي طاح بالخلافة الإسلامية في تركيا. فمنسبة الحرب هذه، وإحنا كنا نوزع مناشير في الأحياء الشعبية، النظام قرر أنه يوقفنا ويحاكمنا، ووقفنا في حملة كانت حملة يعني شاملة، ثم خضعنا للتعذيب. التعذيب كان شديد جدا يعني. هناك مساجين سياسيين ماتوا مدة سجنهم في عهد بن علي. نعم، هو في الحقيقة الاعتداءات التي كانت تقع ضد النشطاء الحقوقيين أو النشطاء السياسيين كانت تقع بكثرة في عهد نظام بن علي، كانت تقع يوميا، كانت تقع بتواتر كبير. ولذلك فإننا حين كنا يعتدى علينا في فترة نظام بن علي كان هذا طبيعيا. طرق التعذيب تعتمد بالأساس التعليق، يعلق في وضع الدجاجة هكا المصلية، يمر هنا يعني قضيب طويل، ويقع يعني يسميوها كما الهليكوبتر، يعني يقع في وضعية أنه معلق، ثم سقيه يعني ويضرب ضرب غير مبرح إلى أن يسيل الدم من سقيه. لأننا كنا نتلقى هذه الاعتداءات دائماً، وكانت أصبحت من قوتنا اليومي، من خبزنا اليومي، أصبحت هذا نحن معتادون على هذه السلوكات، سلوكات النظام بن علي، سلوكات البوليس السياسي. ثم أساليب أخرى طبعاً أنا مثلاً مارسوها ضدي، هي أنه نزع دبشي كل طبعاً كل أدباش تنزع، ثم يحط يعني ساقه ورجله هكا على كرومتي، وهناك 6 أعوان يدولوا عليه بالعصاب بالكرفاش، لين ولا الأرضية كلها عرق، وقتها طقس شتاء. أنا تسجنت من سنة 91 إلى سنة 2001، وبتهم متعددة، منها التآمر والائتمار الجمعية غير مرخص فيها إلى غير ذلك، التهم التي تلفق للمساجين السياسيين. وفي العادة أن السجين تخفض لمدة العقوبة، ولكن أنا قضيت أكثر من المدة المحكوم بها. صباح الليل غير اختارنا برك وبرا ضرب على راحك. طولنا اللي دارين بيها مع رئيس الغنوش ورئيس الحكومة حمد الجبالي، اللي دارين بيهم كل عشر عليهم لميدي التدريب بتاع الحبس، تدريب السجن يعني. نعم، لأنها كيف تمر بالبلاد أحداث جسام مثل أحداث الاتحاد أو ما يسمى بالخميس الأسود، مثل أحداث قفصة، مثل أحداث الخبز، مثل أحداث الزج بالطلبة وباليساريين وبالإسلاميين في السجون. ومن المؤسف جدا أن في وقت الأوقات وقع استعمال المؤسسة العسكرية لضرب السياسيين.
لا التعذيب كان حاجة آلية خاصة في الإيقاف، ولكن الطريف أنه حتى في السجن تعرضنا لممارسات عديدة بعضها يدخل تحت إطار التعذيب، ظروف الإيقاف، النقلة من سجن إلى سجن. أنا مريت ب 11 سجن، الحديث عليها يتطلب ساعات. This week's exclusive Press TV production, Tunisia In and Out, follows a young Tunisian woman, Sarah, who has set out to write a book on the history of her country's recent revolution. Stay with us as we go on a journey through the colorful streets to seek the roots and causes that lead to this wave of social and political change. Said the news headlines in early 2011, when intensive protests and civil resistance resulted in the victory of the revolution. This huge political upheaval sparked Islamic awakening in much of the Middle East and inspired many similar civil resistance struggles across the globe. I'm Shida Dion Adnejad, and you're watching Aperture. The smallest country in North Africa, Tunisia.